السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة مكامن الخلل في توصيف الأوضاع اليمنية وطبيعة التحركات الشرعية والتحالف في هذا الشأن. قال سفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، قال إن بلاده ودول التحالف العربي ليس لديها أطماع في اليمن، وأكد أن الحرب لم تكن خيارا بل ضرورة قصوى، وقد أتت استجابة لطلب الشرعية اليمنية بوقف التدخل الإيراني وإنهاء مشروعها الذي يهدد الأمن القومي لدول الخليج والمنطقة. وفي السياق ذاته قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، قال إنه من الخطأ تصوير الأزمة اليمنية على أنها أزمة إنسانية أو مجاعة فقط، مؤكدا أنها أزمة سياسية في المقام الأول. نتوقف عند هذه التصريحات لنناقشها في محورين: ما هو التصور الواقعي لطبيعة الحرب في اليمن لدى العالم؟ وأين هي مكامن الخلل في التعامل مع الأوضاع اليمنية بالنسبة للشرعية وأيضا للتحالف العربي؟ مشاهدينا سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تدشين مرحلة جديدة للتعريف بأبعاد الأزمة اليمنية، هجمة مرتدة تنهض بها مؤسسات مجتمع مدني سعودية في العاصمة الأمريكية. في مركز الشرق الأدنى التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية بواشنطن انعقدت على مدى يومين ورشة عمل بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث في واشنطن. خبراء عرب وأمريكيون وسياسيون وقفوا أمام الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية لمجريات الأحداث في اليمن. الجهد ينصب بدرجة أساسية على توضيح الصورة التي تشوشت هنا بفعل جهود مضادة تتم منذ انطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في 26 من مارس 2015. التركيز المبالغ فيه على البعد الإنساني لمجريات الأحداث في اليمن يحاول أن يغطي عمداً على الحقائق المتصلة بأساس الأزمة والحرب ومسبباتهما وعلى رأسها الانقلاب. مشاركة سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك في هاتين الورشتين صبت في هذا الاتجاه. الكثير من سوء الفهم، لا أريد أقول المغالطات، فيما يتعلق بطبيعة هذه الحملة في اليمن. نحن حريصين على يعني توضيح تلك الحقائق، سواء ما يتعلق منها بطبيعة الصراع وبدايته، سواء ما يتعلق منها بطبيعة التدخل المملكة العربية السعودية وقوات التحالف في اليمن وما هو الهدف الرئيسي منه. وهناك موضوع مهم آخر، لأنه كثيرا ما يتم استعراض القضية اليمنية من باب الجانب الإنساني وتصوير القضية اليمنية كأنما هي قضية مجاعة، وهذه أعتقد قضية مهمة جدا يجب الالتفات لها. فيما اتسعت رؤية السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر الذي حضر الورشتين لتستوعب حتى الحوثيين في عملية سياسية مقبلة تأسيسا على المشاورات التي انعقدت بمشاركتهم خلال الفترة الماضية. اعتقد انه الحل السياسي مستمر، الحوثيين جزء من الشعب اليمني وهم شاركوا في جنيف 1 وجنيف 2 وكذلك في الكويت، ويدركون تمام الادراك ان ليس هناك احد يريد ان يقصيهم من العملية السياسية، ولكن وفق ما يتفق عليه اليمنيين ووفق أيضا نسبتهم. ورشة عمل لا تكفي، لكنهما يؤشران على بدء مرحلة جديدة من العمل في ظل تحول واضح في الموقف الأمريكي تجاه قضايا المنطقة يتسق مع المخاوف الأمنية والجيوسياسية لدول المنطقة ويحدد مصادر الخطر بوضوح. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء مساء الخير. مساء النور، أهلا فيك. أهلا بك سيدة ميساء. يعني الآن بعد سنتين من الحرب، ما هو التوصيف الأدق للأوضاع في اليمن برأيك؟ شوف الحالة، التوصيف جمود سياسي وعسكري. حرب بلا أفق حتى الآن، بلا استراتيجية واضحة، وأوضاع إنسانية شديدة التدهور. نعم، ولكن يعني هذه الأزمة أليست نتيجة للانقلاب على السلطة الشرعية من قبل ميليشيات مسلحة؟ هذا ما فيه شك، يعني على الأقل بالنسبة لجزء من اليمنيين، لكن كيف هتواجه هذا الانقلاب إذا ستواجهها من غير استراتيجية سياسية وعسكرية واضحة؟ إذا كان الآن الأوضاع مدهورة، إنسانية مدهورة جدا، وبدون ما تقوم الحكومة بواجبها تجاه هذه الأوضاع، يعني أبسطها المرتبات مثلا، يعني مرتبات حتى الآن مقطوعة عن مليون شخص بيعيلوا ما لا يقل عن 5-7،
هذا غير انهم بيأثروا على عجلة انتاج كبيرة، يعني مثلا صاحب البقالة، صاحب البيت اللي بيدفع على ايجار، اللي بيدفع، فانت بتتكلم على عدد المتضررين، بتتكلم على ملايين البشر. الحكومة من بعد ما نقلت البنك لم تصرف المرتبات الا مرة واحدة. إذا هي نقلت البنك متأخر فهذه مشكلة، وإذا هي نقلت البنك بدون ما ترتيبات وتجهيزات هذه مشكلة كبيرة، إذا هي نقلت وهي غير واعية بنتائج تصرفاتها هذه كارثة. ففي جميع الحالات لماذا الحكومة تتصرف بإنعدام مسؤولية تجاه هذا المجتمع؟ هذا من جهة. الجهة الثانية من ناحية سياسية، كيفية إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في المناطق المحررة، كيفية إدارة الملف الدبلوماسي. الدبلوماسيين، السفارات، المفروض أنت بتتكلم على حكومة معترف بشرعيتها في كل مكان في العالم، ما فيش أي شكوك على شرعيتها حتى في سوريا وإيران. نعم. بالرغم من كذا أداء دبلوماسي شديد الضعف. أنت عارف أن السفير اليمني في أمريكا موجود في الرياض أكثر ما هو موجود في واشنطن. نعم. إذن أستسمحك سيدة ميساء، ابقي معي وسأشرك معنا بالنقاش سيد حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة. سيد حمزة مساء الخير. النور. سيد حمزة، يعني في البداية بعد مضي عامين من الانقلاب والحرب، يبدو بأن هناك اختلاف حول طبيعة توصيف الحرب في اليمن لدى المجتمع الدولي، بين من يرى بأنه انقلاب وأزمة سياسية وإنسانية. أولا علينا أن نعرف ما هو المجتمع الدولي قبل الحديث عن ما هو يعني وجهة نظر المجتمع الدولي فيما يحصل في اليمن. المجتمع الدولي موقفه واضح وثابت ويتمثل في قرار 2216 في التعامل السياسي والدبلوماسي والاعتراف بالحكومة فقط قصرا. أما الحديث عن يعني رأي المجتمع الدولي أو رأي ما يسمى منظمات وسائل الإعلام الدول يعني وسائل الإعلام الغربية، هذا أمر آخر يتم مناقشته بالتفصيل على رأي بعض المؤسسات الإعلامية وبعض المنظمات الدولية التي تستخدم الملفات الإنسانية للابتزاز السياسي للدول الحليفة ودول التحالف بشكل خاص. لذلك الحديث عن توصيف الأزمة هو يعني حديث يعني مجرد نقاش. أما الحديث الحقيقي هو هناك اعتراف دولي بالشرعية بغض النظر عن ما تحدثت عنه ضيفتكم الأستاذة ميساء الشعثين، وبغض النظر عن الأداء والعمل، لكن هناك اعتراف دولي بالشرعية، وهناك يعني قصر في التوصيف من قبل بعض المؤسسات الإعلامية التي تقوم بتغطية جانب واحد من الأزمة في اليمن ولا تعرف بعض التفاصيل على اليمن، بالإضافة إلى استخدامها لمراسلين وأشخاص معروف وجهة نظرهم ويحاولون أن يلوثوا وجهة نظر المجتمع الدولي على اليمن. نعم، لكن أيضا هذا التضارب الحاصل في التوصيف ألا يدل على خلل في نقل الصورة من قبل الحكومة والتحالف، على الأقل لإقناع هذه المنظمات أيضا والجوانب الإعلامية التي ذكرتها؟ اولا لا، يعني كان سابقا قبل ان يتم التغيير في وزاره الخارجيه والتحديث الدبلوماسي الذي حصل بتعيين الدبلوماسيين والسفراء الجدد، كان هناك يعني 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 سوء في قراءه الواقع. لكن دعني اقول لك بوضوح الان، هناك تغير في وجهه النظر الدوليه بما يهم النظر للوضع في اليمن. الحديث عن ازمه انسانيه، الازمه الانسانيه موجوده في اليمن بطبيعه الحال بسبب الانقلاب، لكن لاكون ايضا اكثر يعني اكثر وضوحا بما يخص بالمؤسسات الاعلاميه الدوليه، علينا ان نعرف انه تم تقديم المعلومات لهم وتم محاوله التواصل معهم واعطائهم التقارير والمعلومات، لكن نشعر انه المؤسسات الدوليه يعني مثل القنوات مشهوره، قنوات مشهوره، مواقع مشهوره، تريد ان تستخدم الملف فقط للضغط على المملكه العربيه السعوديه بصفتها تقود التحالف. ان كانت التحالف يقاد من دوله اخرى غير المملكه لما راينا وجهه النظر هذه. هم نحن نعلم ان هذه المنظمات تستخدم الملف الحقوقي والانساني وهو مدخل للملف الاعلامي اصلا والسياسي، تستخدمه للضغط على المملكه مقابل الدعم ومقابل هذه الامور، وهذا الامر معروف يعني على المستوى الدولي وليس على المستوى المحلي فقط. لكن انا اقول انه هناك يعني عدم اكتمال في اداء المهمه، يعني هناك يعني تستطيع القول انه لم تقوم الشرعيه مهمتها بشكل كافي بمحاوله ايصال الرساله. لكن اقول لك بوضوح هناك تواصل وهناك محاوله لايصال الرساله، والاهم من ذلك هناك محاولات حثيثه لانهاء الازمه. المحاولات هذه تتم عبر الافتتاح على الحل السياسي، ونحن يعني سيد حمزه ولو قاطعتك هنا، انت تحدثت ان الحكومه او الشرعيه هناك اعتراف دولي بها وهذا شيء لا خلاف عليه، ولكن ضيفتنا ميسى شجاع الدين تحدثت ان الحكومه لا تمتلك استراتيجيه في اداره الحرب ايضا واداره الازمه الحاليه.
الحالية، وأيضا لا تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين. يعني من يوم وجدت الحكومة لم يصرف سوى راتب واحد للموظفين، في أيضا لا توجد استراتيجية في العلاقات الدبلوماسية فيما يخص الأزمة اليمنية. كيف ترى؟ يعني الحديث عن عدم وجود استراتيجية في العلاقات الدبلوماسية هذا أمر يختلف عليه. هناك استراتيجيات على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وعلاقتنا منفتحة مع جميع الدول، ويعني ممثلو اليمن والأمور تعالج. يعني كان هناك بعض المشاكل على المستوى الدبلوماسي مع بعض الدول وتم معالجتها. الحديث عن الراتب أنا أتفق تماما بأنه أكبر مشكلة وأكبر حقيقة تفاقم الأزمة الإنسانية الآن هو تأخر صرف الرواتب. لكن أنا أقول لك بأنه يتم صرف الرواتب في بعض المناطق المحررة، ولا الحديث عن أنه لم يتم صرف إلا راتب واحد غير صحيح. تصرف المرتبات في بعض المناطق. نحن نعاني مشكلة حقيقية في موضوع الإيرادات في المناطق المحتلة، وهي تقدر بحوالي 2 مليار دولار. هذه المناطق للضرائب، هذه الضرائب والجمارك لا تصل إلينا. لكن أيضا هناك عائق آخر، وهو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي لا يريد مننا أن نضخ الأموال بشكل كبير جدا في السوق حتى لا يتم ضرب العملة اليمنية. إذا ما ضربت العملة وانخفضت قيمتها أمام الدولار ستصبح الأزمة الإنسانية غير قابلة للمعالجة، وهذه مشكلة أخرى. نحن نتحدث أن الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب، وهي كذلك هناك بعض الإجراءات الفنية التي أخرت. لكن أنا أقول لك بأنه تم صرف الرواتب في أجزاء كبيرة من مؤسسات كبيرة في عدن، في لحج، في أبين. الحديث أنه لم يتم صرف إلا راتب واحد فقط حديث، يعني أنا أعتقد أنه غير يعني معلومات يعني غير دقيقة. الرواتب تصرف في بعض المناطق، نواجه كما قلت مشكلة في صرف الرواتب في صنعاء وفي صعدة في هذه المناطق. لكننا أؤكد لك أن الحكومة ستقوم بصرف كل الرواتب. سيد حمزة، لا أدري أي مناطق تصرف فيها المرتبات، وهناك مسيرة من تعز إلى عدن تطالب بالرواتب، وهناك وقفات احتجاجية أمام المعاش شبه يومية. سأرد على هذه النقطة، اسمح لي. هناك صرفت الرواتب لبعض المناطق من تعز، ولكن حجزت في مناطق أخرى بسبب عدم التمكن من الوصول إليها. أنا أقول لك أنه المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الحوثيين نعاني مشكلة في صرف الرواتب فيها، وأقولها لك بوضوح، نحن لا نستطيع إيصال الأموال لهناك. والأمر الثاني والآخر هو أن الحوثيين حتى هذه اللحظة يمنعون من إيصال بقية الكشوفات المتبقية لبعض المؤسسات. أيضا هناك ضغط دولي علينا بعدم ضخ الأموال العملة بهذا الشكل إلى السوق حتى لا يتضخم الدولار أمام الريال. نعم، إذن ابقى معي سيد حمزة. أعود إلى ضيفتي الأخرى سيدة ميساء شجاع الدين. سيدة ميساء. نعم، معك. نعم سيدة ميساء، يعني تحدثنا أن هناك أسباب لهذه الأزمة، وكان من أبرز يعني وهو السبب الأساسي الانقلاب على السلطة الشرعية. هنا التساؤل، لماذا لا يتم القفز على الأسباب إلى النتائج؟ كيف القفز على الأسباب للنتائج؟ لم أفهم هذا السؤال. يعني هو أنت طبعاً في سبب، لكن أنت لابد أنك تعالج. يعني اليوم الأزمة معلقة، يعني السبب واضح، ولكن النتائج لم تحقق بشكلها النهائي. يعني ألا تستطيع الحكومة ومعها التحالف العربي يعني القفز من سبب المشكلة إلى النتائج، يعني إلى الوصول إلى حل؟ هذا ممكن إذا أنت عندك استراتيجية. هذا ممكن إذا أنت كانت في إدارة سياسية جيدة للملف المناطق المحررة، كان ممكن. إذا في إدارة عسكرية جيدة يعني للحرب نفسها، هذا ممكن. لكن أنت كما هو واضح يعني في أداء مترهل وضعيف للحكومة هذه. وفي خلاف ما بين السعودية والإمارات صار بيتضح كل وقت بشكل أكبر. واضح أنه في تخبط يعني في إدارة الملف اليمني، فبالتالي احنا غير قادرين على معالجة السبب حتى الآن. ولا توجد مقاومة يعني ضد الحوثي خارج عن هذا الإطار، خارج عن دائرة التحالف أو عن دائرة حكومة هادي. لم تتشكل أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية المنفصلة عن هذا الإطارين. نعم سيدة ميساء، عفوا ولو قاطعتك هنا، يعني إذا ما قارنا تعامل الشرعية والتحالف مع يعني مع المجتمع الدولي بتعامل الإنقلابيين مع المجتمع الدولي، أقصد فيما يتعلق بتصدير المفاهيم. أولاً مش فاهمة، ممكن توضح تصدير المفاهيم؟ إيش تقصد؟ إيش من مفهوم؟ يعني اليوم هناك
هناك من يصف ما يدور باليمن بأنها أزمة إنسانية فقط، وهناك أيضا طرف من يصفها بأنها انقلاب، يعني لا توجد، بينما الأصل يعني والمعروف لدينا جميعا كيمنيين أن ما حدث في البلد هو انقلاب، بينما المفاهيم التي تصدر إلى المجتمع الدولي بشكل كبير بأن ما يدور هو عبارة عن أزمة إنسانية أو يتم تناولها كأنها أزمة إنسانية فقط. هي الأزمة الإنسانية، أولاً أنا مش فاهمة ليش في تعارض كأنه يعني في طرح السؤال ما بين فكرة إن في أزمة إنسانية في حرب، وعملياً العالم بيتكلم عنها كحرب أهلية أو حرب أهلية وإقليمية لأن فيها تدخل خارجي، لكن لا يوجد تعارض ما بين كونها حرب ما بين وجود أزمة إنسانية. الأزمة الإنسانية نتيجة طبيعية للحرب، لأي حرب في العالم. المسألة هنا كيفية التعامل مع هذا الوضع الإنساني، هل الأطراف من الطرف اللي هو أكثر حساسية في التعامل مع هذا الوضع الإنساني بشكل أفضل؟ يعني مثلا لما يجوا لما حصل حديث عن أنه سيتم اقتحام ميناء الحديدة وسيتم إغلاقه ولأجل السيطرة على الساحل، حصلت ضغوط دولية لمنع هذه العملية العسكرية لأنها ستكون مكلفة إنسانية، وهذا طبيعي لأن أنت بتتكلم على ميناء هو شريان حياة لعشرين مليون بني آدم. الحكومة وقتها لم تقدم بدائل عن ميناء الحديدة، أسال استيعابية الميناء المخال غير طيب كافية. إذا المجتمع الدولي لا يقدم الدعم فيما يتعلق باستعادة الدولة، معنى ذلك أن الأزمة الإنسانية ستظل مستمرة وسيظل تصوير ما يدور في اليمن بأنها أزمة إنسانية والحرب قائمة دون حسم لما يدور، وأيضا تحديد موقف واضح من المجتمع الدولي. السؤال فيه تفخيم كبير لدور المجتمع الدولي والإمكانيات، إمكانية تدخله في اليمن، إمكانية تدخل أي طرف خارجي في اليمن ظل دائما محدودة بالحدود اللي هي ممكنة له، وهي ليست حدود واسعة. اليمن بلد صعب التدخل فيه خارجيا، شديد الصعوبة، لا يوجد إمكانية للتدخل العسكري الواسع داخل اليمن. التدخل السياسي في اليمن شديد الصعوبة لأن أنت بتتعامل مع بيئة متشظية، التعامل مع يعني التدخل في اليمن شديد الصعوبة لأنهم الآن هم بيتعاملوا مع واقع سياسي وعسكري، في انقسام حاصل على الأرض الواقع، هم لن يستطيعوا تغيير هذا حالة الانقسام، لن يستطيعوا تغيير أن الشمال لا يزال معظمه محكوم تحت سيطرة الحوثي والجنوب تحت سيطرة الحكومة اللي الآن بينازعها عدة أطراف على سلطتها في الجنوب. هذه وقائع موجودة في الداخل العالم لا يستطيع التدخل فيها وحلها. فبالتالي دائما المجتمع الدولي لما يأتي بحلول يأتي بحلول على نتائج ما يحدث على الأرض، لكنه لا يستطيع تغيير نتائج ما يحدث في الأرض إلا بتدخل عسكري، وهذا عملية مش واردة داخل اليمن إلا في حالة أنه الآن حاليا موجود السعودية والإمارات، بس هذا أمر صعب جدا لو نحن نتكلم على الأمريكا أو غيرها من الدول ممكن تتدخل. نعم، بالاعتماد على ما طرحتيه سيدة ميساء، يعني ما هي الخيارات المستقبلية المتاحة أكثر؟ الخيارات المستقبلية دائما لا زالت مرهونة بأن الحكومة تطور من أدائها، بأن يكون في استراتيجية عسكرية واضحة وقدرة على التعامل مع الملف سياسيا ودبلوماسيا بشكل ناجح. نعم. أنا بشوف السفراء معظمهم لا يعملون، هذا حقيقة. معظم السفراء اللي عينهم هذه في المرحلة الأخيرة لا يمتون لوزارة الخارجية بالصلة، يعني جاءوا لوزارة الخارجية ليست لديهم أي خبرة في التعامل مع الدوائر الدبلوماسية مثلا، يعني هذا نموذج للوضع الحاصل. فأنت بتتكلم على إمكانية أن حل المشكلة، أنا ما عنديش مشكلة أن السبب هو الانقلاب، لكن الانقلاب لن ينتهي بمجرد تضحيات ومجرد مقتل مئات أو آلاف الناس من الشهداء، لا هذا مش كفاية. الحل هو أنك تتصرف بشكل فيه فاعلية، يكون في عندك استراتيجية سياسية وعسكرية واضحة. نعم، إذن أشكرك جزيلا الكاتبة والباحثة السياسية سيدة ميساء شجاع الدين، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر سيد حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة. سيد حمزة، يعني تصريح السفير السعودي لدى اليمن بأن التحالف ليس لديه أي أهداف في اليمن سوى إعادة الشرعية، ألا يأتي في هذا الإطار، أقصد في إطار نفي الاتهامات التي وجهت في هذا الإطار؟ أي اتهامات بالضبط؟ هناك اتهامات وجهت بأن ما من الانقلابيين تحديدا بأن ما يدور باليمن هو أن للسعودية أطمع في اليمن. أي أطمع للسعودية في اليمن؟ السعودية دخلت في اليمن داعمة لشعبها وحماية لأمنها أيضا، لكن الحديث عن أطمع، الأطمع هي الأطمع الإيرانية التي تريد أن تسيطر على باب المندب وتريد أن تسيطر على الأراضي اليمنية لتستخدمها كقاعدة للهجوم على أشقاء
وهذا موقف التحالف من الأول. التحالف في اليمن لم يأتي التحالف في مكان ترفي ليسيطر على آبار نفطية كما يقولون على هذا الكلام. التحالف أتى ويضحي ويشارك ويقدم الدماء ويدعم بالدعم المادي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وهذا كله من أجل اليمن، لأنه أمن اليمن مرتبط بأمن العرب وأمن الخليج والسعودية بالدرجة الأولى. نعم. الحديث عن أطماع هو شيء يعني مثير للسخرية. نعم. هناك أيضا من يرى بأن الانقلابيين نجحوا إلى حد ما في تشتيت الرؤى الدولية، يعني فيما وتصوير ما يحصل على أنه أزمة إنسانية بغض النظر عن الأسباب. لم ينجح الانقلابيون، هناك تضخيم لما يقوم به الأوروبيون، وأقولها وأكرر أن المنظمات الدولية تستخدم الملف الإنساني في اليمن لابتزاز التحالف، وهذا هو موقفها، وهم دائما ما يأخذوا موقف معادل للمملكة العربية السعودية، وليس هذا كما يصوره البعض أنه التفوق الحقوقي والإنساني والإعلامي للحوثيين. هناك حقيقة، مشكلة حقيقية بأنه هذه المنظمات تبتز الدول الداعمة عن طريق الضغط لهذه الملفات، وتقول بأن هذه الدول تقوم بارتكاب هذا وذلك. هناك أخطاء تقع في الحرب، هناك ضحايا، وهذا الشيء لا يستطيع من كل واحد، لكن في الحقيقة هناك استخدام سياسي غير أخلاقي للملف الإنساني في اليمن. نعم. اليوم سيد حمزة كان هناك ورشة عمل في السفارة اليمنية لدى واشنطن في هذا الاتجاه، وتصريحات للسفير اليمني هناك في هذا الإطار، هل يمكن القول بأن الشرعية بدأت ولو بشكل متأخر في العمل على تصحيح المفاهيم حول الأوضاع في اليمن؟ هناك عمل دبلوماسي يتم في كل السفارات اليمنية في الخارج، بالذات خلال فترة السنة الماضية، هناك منذ التغيير الدبلوماسي بتعيين السفراء الجدد شعرنا بتغيير كبير جدا. هناك لقاءات تتم في كل السفارات بلا استثناء في كل المدن الأوروبية، وأقولها وبوضوح بأنه تتضح الصورة يوما بعد يوم، والتحالف يعمل معنا، ونحن في نقل الصورة الحقيقية لما يحصل في اليمن. هناك كما قلت سابقا تضليل، نحن اليوم لا نعمل على الدفاع على الشرعية والدولة فقط، نحن نعمل عن توضيح الصورة المغلوطة عما يحدث في اليمن بسبب النقل السيء لوسائل الإعلام الغربية للأوضاع في اليمن. نعم. إذن أشكرك جزيلا سيد حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا أرحب بضيفي من لندن، سينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. برأيك لماذا يذهب العالم للتركيز على النتائج أكثر من الأسباب؟ أقصد هنا لماذا أصبحت الصورة بأن اليمن أزمة إنسانية وسياسية بعيدا على الانقلاب؟ عفوا أنا لم أسمع السؤال، عفوا. يعني كنت قد سألتك دكتور برأيك لماذا العالم يذهب للتركيز على النتائج أكثر من الأسباب؟ أقصد هنا لماذا أصبحت الصورة بأن اليمن يعيش أزمة إنسانية وسياسية بعيد عن الانقلاب؟ طبعا هذا الضخ الإعلامي الذي كان خلال الفترة الماضية، وهذا الضخ الإعلامي كان نتيجة لموقف يعني عدائي من أطراف عربية محددة، ولنشاط أيضا لجماعة الانقلاب هنا. لا تنسى أن السفارات والسلك الدبلوماسي في الخارج أصلا كان معينا في جانبه الأكبر من قبل نظام عبد الله صالح الذي يشارك اليوم الانقلابيين في تحالف واحد، وبالتالي معظم السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج لا يزال حتى وإن أراد أن يكون مع الشرعية لكنه بشكل أو بآخر لا يزال متأثرا بالأجواء التي كان يعيشها أيام نظام صالح، ومتأثرا بالثقافة ذاتها وبالأداء السياسي والدبلوماسي ذاته. وهذا شجع على أن تكون النظرة الموجودة في الإعلام الدولي لما يجري في اليمن على أساس أنه عدوان عربي سعودي على اليمن، وليس على أساس أنه عدوان داخلي حوثي صالحي إنجاز التعبير على اليمنيين وانقلابهم على توافقات اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني. نعم. طبعا الحكومة الشرعية قصرت إلى حد كبير، خلافاتها الداخلية كانت مسببة لذلك، اعتمادها الكبير على الدعم العسكري لقوات التحالف جعلها تغمض أو تغض النظر عن أهمية الجانب الإعلامي والدور الإعلامي والدور الدبلوماسي في إيضاح الصورة الحقيقية للرأي العام الدولي، خاصة في عواصم القرار المؤثر العالمي هنا في لندن وفي واشنطن وفي باريس وغيرها من العواصم المؤثرة. نعم.
كل هذه العوامل مجتمعة أعتقد بتصور أدت إلى وجود صورة سلبية لما يجري في اليمن، ليس لصالح الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي. لكن وأيضا دكتور يعني هناك أيضا من يرى بأن الانقلابيين نجحوا في استغلال الأوضاع الإنسانية في البلاد حاليا على حساب الحرب الظالمة التي شنوها أيضا على اليمنيين. يعني هم اللي تتضح الصورة، تصور أنهم يحاصرون مدينة تعز وينقلون صورا لمآسي تعز أيضا على أساس أنها نتيجة للحصار المفروض على اليمن. طبعا لا يفهم الناس، لأنه لم يكن هناك دور إعلامي تنويري كبير، لا يفهم الرأي العام الدولي بأن اليمن غير محاصر. اليمن ليس محاصرا، اليمن خاضع للتفتيش الدولي الموكل إلى التحالف العربي، وبالتالي هناك رقابة دولية، رقابة عربية على ما يرد إلى اليمن، وليس حصارا. الحصار هو على الأسلحة بموجب القرار الدولي 22/16 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين ولحليفهم علي عبد الله صالح في الداخل بعد الانقلاب الذي حصل. نعم دكتور، هذه الصورة المشوشة التي تحدثت عنها والصورة التي تصل إلى العالم، أليست نتاج تقصير دوائر التواصل الدولي من قبل الشرعية وأيضا التحالف العربي؟ هذا صحيح، هذا ما ذكرته من قبل. الحكومة الشرعية والتحالف العربي اعتمدوا على الجانب العسكري، ربما كانت الرؤية أن الحسم العسكري سوف يكون قريبا، وبالتالي لا داعي للقنوات الأخرى سواء كان قنوات إعلامية أو سياسية أو دبلوماسية. لكن مع تقدم الأيام ووجود إشكالات كبيرة على الميدان، كان لابد من الضخ الإعلامي المعاكس من أجل عكس صورة أخرى غير الصورة التي يبثها الآخرون. المشكلة هنا في الغرب بشكل خاص أن وسائل الإعلام اليسارية تحديدا هي التي تتزعم المواقف المناهضة للمملكة العربية السعودية وللتحالف العربي من وجهة نظر أيديولوجية. هم في كثير منهم لا يعرفون اليمن ولا يعرفون طبيعة اليمن ولا يعرفون، وليس في مهمتهم أيضا التعاطف مع اليمنيين، إنما هناك رؤى أيديولوجية مسبقة. نعم. من الرجعية العربية بين قوسين التي لا تزال هذه الألفاظ سائدة حتى هذه اللحظة وهي من قاموس الستينيات. أيضا لدى هذه وسائل الإعلام اليسارية في الغرب موقف ضد الرأسمالية التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية طليعة هذه الرأسمالية، وبالتالي أي موقف أو أي قضية تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية أو تكون فيها المملكة العربية السعودية أو أي من دول التحالف العربي المحسوبة لنقل شكلا على الجانب الرأسمالي، فإن هذه الوسائل التي تتصور أن المملكة العربية السعودية رأسمالية وأن الإمارات تنتمي للمعسكر الرأسمالي والرجعي والمتخلف وما إلى ذلك، هذه الوسائل تتخذ موقفا مبادا. ومن حظ الحوثيين لنقل قدرا أنهم كانوا يعني كانوا في الطرف الآخر المناقض، وهذه الوسائل تريد أن تقف مع هذا الطرف ضد السعوديين كانت من المملكة العربية السعودية وليس حبا باليمن. نعم دكتور، سؤال أخير وبشكل مختصر دهمنا الوقت، ولكن هل ستكون الأوضاع الإنسانية القائمة حاليا أداة للضغط في تسوية يعني في الدفع نحو تسوية سياسية مشوهة؟ لا أعتقد، يعني لا أعتقد أن تكون هناك تسوية سياسية مشوهة. يعني الأمور واضحة في اليمن، ليس فيها يعني الحل السياسي قريب في اليمن، قريب جهة وضوح المرجعيات، ولكنه معقد جهة أيضا عدم وجود إرادة سياسية لإنفاذ هذه المرجعيات. هذه الإرادة السياسية يمكن أن تتوفر عندما يحصل هناك نوع من التقدم الميداني الذي يمكن أن يرغم الانقلابيين على الخضوع للقرارات الدولية. في تصوري لا أعتقد أن الحل السياسي سيكون مشوه، لأنه سواء كان الحل سياسيا أم عسكريا فلا بد أن يكون على أساس المرجعيات الواضحة. نعم، إذن أشكرك جزيلا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معنا من القاهرة حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأيضا الشكر للباحثة والكاتبة والباحثة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين، أيضا كانت معنا من القاهرة، والشكر للدكتور محمد جميح كان معنا من لندن المحلل السياسي. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.